أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة المفصلة. أعلن التلفزيون الرسمي السوري عن دخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدينة دوما. كان فريق تفتيش المنظمة قد وصل سوريا في محاولة للتيقن من حقيقة الهجوم الذي تقول الدول الغربية إن دمشق قد شنته بأسلحة كيميائية على دوما. لمزيد من المتابعة معي هاتفيا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي خليل محمود. أستاذ خليل أهلا بك ومرحبا. إذن ماذا يمكن لهذا الفريق أن يخلص إليه، وكيف يمكن أيضا أن يتم دعم عمله لإثبات الحقيقة للعالم؟ مساء الخير لك ولمشاهدي القناة طبعا منذ قليل دخل وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما بريف دمشق في منطقة الغوطة الشرقية، التي تقول دول غربية أنها حكومة سورية استخدمت فيها الكيميائي. نحن ننتظر أن يصل هذا الفريق الذي الخبراء الذين دخل بهذه المنطقة للوصول إلى منطقة الحدث، إلى مكان الذي يزعم أنه استخدم فيه الكيميائي. ونحن مع اي تحقيق واي نتيجه تصل اليها هذه اللجنه، عندما تصل الى منطقه دوما وتاخذ العينات وتدرسها، نحن مع اي نتيجه ستصدر عن هذه اللجنه، لان هدفنا هو معرفه الحقيقه، لان الدول الغربيه تحاول الصاق التهم بالحكومه السوريه وخلق شبكات. وكما نعلم من الخارجيه الروسيه منذ يومين اكدت وجود خبراء بريطانيين قاموا بالمستبركات. اعتقد ان الوصول هذه اللجنه الى منطقه هو بحد ذاته انجاز كبير لمعرفه الحقيقه، والحكومه السوريه هي التي طلبت ان تاتي هذه اللجنه الى دمشق، واللجنه قد وصلت منذ ايام، وكان من المفترض ان تدخل هذه اللجنه الى منطقه دوما قبل العدوات الثلاثيه على دمشق أو على سوريا. كان يعني قبل الهجوم، قبل الهجوم نعم. الذي وقع على العاصمة أو الاعتداء الذي وقع على العاصمة السورية، كانت قبلها بساعات وصلت هذه اللجنة، وصل فريق التفتيش. لم يعر الغرب، لم تعر الولايات المتحدة أهمية لعمل هذا الفريق، ولم تنتظر أي نتيجة أو حتى أن يبشر عمله بشكل أو بآخر. ترى إذا ما خلص فريق التفتيش إلى نتيجة معينة، هل تعتقد أن هذا سيقنع العالم الغربي، أم أنه على الأقل سيكون يعني ما يمكن أن يستخدم في المظلة الأممية ضد العدوان الذي حدث على سوريا؟ نعم، أي نتيجة تصل إليها لجنة الخبراء الأسلحة الكيماوية التي دخلت إلى منطقة دوما منذ ساعات ستكون هي الفيصل، وهي النقطة النهائية. لذلك الحكومة السورية عندما طلبت أن تأتي هذه اللجنة إلى دمشق كان هدفها تبيان الحقيقة وإظهار الحقيقة للعالم. ولذلك نحن مع النتيجة التي يجب أن النتيجة التي ستصدر عن هذه اللجنة. هذه النتيجة قد تقنع دول العدوان لانها كانت على الخطا، ولكن هذه الدول لا تهم. اعتقد نتيجه اللجنه ان هذه الدول لديها اجندات سياسيه عسكريه معينه تجاه سوريا، وعندما ادركوا ان الحكومه السوريه ذات في الوصول الى الحقيقه وطلبت ان تاتي هذه اللجنه، لذلك حاولوا التشويش على عمل لجنه والقيام بعدوان الثلاثي على سوريا. اذا اليوم رغم ما جرى ورغم ما حصل، نحن نريد ان لا تتدخل جهات خارجيه في عمل هذه اللجنه، عمل هذه اللجنه يعني نعم لتكون نتائج حقيقيه ودقيقه. يبدو انه دول العدوان لم تكن معنيه بشكل او باخر بعمل اللجنه، لكن هل لها مطالب معينه او ضمانات محدده من اجل ان تعترف بفريق التفتيش او بعمل فريق التفتيش او طريقه عمله بالنتائج التي سيخلص اليها؟ هل هذه الضمانات تتوافر للجنه من قبل الحكومه المركزيه في دمشق؟ الحكومه وفرت كل الدعم وكل التسهيلات لهذه اللجنه لتصل الى المنطقه وتقول وترى تاخذ العينات التي تريدها في منطقه دوما، وتقول النتيجه التي
هي على ارض الواقع. ولكن اعتقد ان الدول الغربيه قد لا تقتنع بنتائج، لان لكن الروس منذ يومين قدموا ادله على وجود استخبارات بريطانيه قامت بكبركات في منطقه دوما، ولذلك تحاول هذه الدول، اعتقد ان نتائج هذه اللجنه ستكون ايجابيه للجميع، لان هذه اللجنه ستصل الى نتيجه، لان التي قامت بالكيماوي في منطقه دوما هي جهات غير سوريه، حتى لو تم استخدام الكيماوي في دوما فهذه المجموعات الارهابيه التي كانت تسيطر على منطقه دوما قد تكون هذه المجموعات بالتواصل مع دول غربيه لديها هذه الاسلحه، ولذلك تحاول الدول الغربيه التوصل الى صيغه معينه قد يكون هذا هو السيناريو. اعتقد انه الحقيقه نعم، بداية يجب أن ننتظر التقرير إذا تم حتى استخدام أم لا، والكيفية، المهم أن يكون نزيها شفافا واضحا للجميع، أعتقد هذا مبتغى كل الأطراف. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا خليل محمود المحلل السياسي من دمشق حدثني. نفى الجيش السوري تعرض مطاري الضمير والشعيرات لقصف صاروخي، وقالت مصادر عسكرية سورية إن إنذارا خاطئا أدى لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي خلال الليل وإنه لم يقع هجوم جديد على سوريا. يشار إلى أن التلفزيون الرسمي السوري ذكر خلال الليل أن دفاعات مضادة للصواريخ أسقطت صواريخ أطلقت على قاعدة جوية في منطقة حمص. يأتي هذا فيما بدأ الجيش السوري عملية عسكرية واسعة في الجنوب بهدف استعادة السيطرة على المنطقة. وأوضحت مصادر سورية أن العملية ستستهدف أيضا تنظيم داعش وجبهة النصرة في مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الأسود المجاورة له. دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان الأوروبي عن الضربات العسكرية الأمريكية الفرنسية البريطانية ضد سوريا، مؤكدا أن دول ثلاث تدخلت حفاظا على شرف الأسرة الدولية، أو هكذا قال. دعونا نضع مبادئنا نصب أعيننا ونتساءل أي طريق نريد أن نسلك، فالضربات على سوريا لا تحل شيئا، لكن الدول الثلاث تدخلت حفاظا على شرف الأسرة الدولية لنضع حدا لنظام اعتدنا عليه، نظام كان معسكرا لأصحاب الحق سيتحول فيه نوعا ما إلى معسكر الضعفاء. من جهتها أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عزم المملكة المتحدة الوقوف بوجه أي استخدامات للأسلحة الكيماوية في المستقبل، وقالت ماي في جلسة أمام مجلس العموم البريطاني بشأن قرارها الموافقة على شن ضربات جوية على سوريا إن بريطانيا مصممة على الحيلولة دون أن يصبح استخدام الأسلحة الكيماوية أمرا طبيعيا ملوحة بإمكانية المشاركة في ضربات عسكرية في سوريا في حال ثبت استخدام السلاح الكيماوي. للمزيد من المتابعات ينضم الي عبر سكايب من بروكسل الاستاذ محمد رجائي بركات الكاتب والمحلل السياسي. استاذ محمد اهلا بك معنا على شاشه اون لايف. اذا انتقادات تواجهها تريزا ماي، يبدو ان الوضع اكثر تعقيدا ويطرح اشكاليه اكثر تعقيدا بالنسبه لماي، ولا يشكل نفس التعقيد بالنسبه لإيمانويل ماكرون او الرئيس الامريكي دونالد ترامب. اذا اي مصير سينتظر ماي بعد جلسه عاصفه استمرت على مدار يومين لمجلس العموم البريطاني؟ كيف تابعت انتقادات البرلمانيين البريطانيين؟ طبعا يعني بالنسبة لبريطانيا هناك تجربة سابقة. قبل فترة اعترف رئيس وزراء بريطانيا الأسبق السيد توني بلير بأن التدخل البريطاني في العراق كان بناء على معلومات كاذبة، وقال آنذاك أن لديه تقارير استخباراتية تؤكد وجود أسلحة دمار شامل في العراق، ولكن تبين بعد ذلك أن هذا لم يكن صحيحا واعترف واعتذر عن هذا الخطأ. لذلك هناك تجربة سابقة بالنسبة للبريطانيين، والآن الكثير من أعضاء البرلمان أو مجلس العموم البريطاني يشككون في صحة المعلومات التي وردت
فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. فيما يتعلق لذلك وأيضا يعني حزب العمال البريطاني الكثير من أعضائه يعارض تدخل بريطانيا والضربة التي قامت بها ومشاركتها في ضرب سوريا. فيما يتعلق بفرنسا يعني أنا أفاجأ حتى أيضا بالنسبة لبريطانيا الجميع يقف الآن ويصرخ استخدام الأسلحة الكيماوية ممنوع محظور وهذا جريمة إلى آخره، ولكن سؤال مطروح هل الأسلحة الأخرى يعني هل هي أقل ضررا من الأسلحة الكيماوية؟ يعني هناك بعض التساؤلات بهذا الخصوص. وأيضا الرئيس ماكرون قال أن قام بذلك وشاركت فرنسا بناء على الشرعية الدولية، ولكن من أجل أن تتدخل دول في دولة أخرى يجب أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن الدولي، وفي حال سوريا لا يوجد قرار من مجلس الأمن الدولي، والحكومة السورية لم تدعو فرنسا وبريطانيا وأمريكا للتدخل. أيضا فيما يتعلق بفرنسا يعني موقفها في سوريا، هم يقولوا بأن قال الرئيس ماكرون أن سوريا تحارب الإرهاب بينما الرئيس بشار الأسد يحارب شعبه. طيب كابتن محمد نعم طيب وزارة الخارجية الفرنسية رجحت في بيان لها أنه ربما لن يتم العثور على أدلة لاستخدام أسلحة كيماوية في دوما، وقالت نصاً أنه من المرجح أن تختفي أدلة خاصة بعناصر أساسية خاص بالهجوم التي تعرض له دوما كما هو مفترض قبل وصول محققي الأسلحة الكيماوية. يعني ما هذا الاستباق في توقع النتائج في دولة وصل إليها بالفعل مفتشو الأسلحة الكيماوية منظمة الحظر الأسلحة؟ التجربة السابقة خاصة فيما يتعلق بفرنسا عندما قامت لجنة التحقيق قبل فترة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من قبل بشار الأسد وجيشه، التقرير الذي تم إعداده تحدث عن استخدام أسلحة كيماوية ولكنه لم يحدد الطرف والجهة التي استخدمت تلك الأسلحة. يعني نحن نعرف أنه في المدن من الصعب تحديد من أطلق هذه القذائف وكيف تم استخدامها، وذلك لأن الأسلحة الكيماوية وهذه نقطة أستاذ محمد هم يشككون في وجود الأدلة من الأساس إذا كان هناك هجوم كيماوي وليس من الذي استخدم هذا الكيماوي. يعني كيف تقرأ هذا التصريح؟ طبعا يعني هناك إشارة إلى سوريا بأنها مذنبة قبل ودون انتظار أي نتائج تحقيقات. فبالتالي يعني هذا موضوع يعني يثير الغرابة. واضح. حكم على الرئيس بشار الأسد. أنا لاحظت أنه في الغرب الآن لا يوجد سرور لدى المسؤولين الغربيين بسبب قيام بشار الأسد أو الجيش السوري وحلفائه باستعادة 90% من الأراضي السورية. مفهوم. يعني هناك نوع من الغضب لدى المسؤولين الأوروبيين بهذا الخصوص. شكرا لك، كنت معي من بروكسل الأستاذ محمد رجائي بركات الكاتب والمحلل السياسي عبر خدمة سكايب. رجحت وزارة الخارجية الفرنسية اختفاء أدلة من موقع الهجوم الذي وقع في دوما بسوريا في 7 من أبريل الجاري، ودعا بيان للخارجية الفرنسية دمشق إلى السماح بدخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما فورا، وهو بالفعل الأمر الذي حدث منذ قليل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 580 مدنيا إلى ديارهم في الغوطة الشرقية أمس، وأن أكثر من 59,000 شخص أعادوا إلى هناك منذ بداية العملية الإنسانية. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه جار إزالة الأنقاض في دوما بعد استخدام الأليات والجرافات التي تبرع بها الجانب الروسي، وتقوم بتنظيف الشوارع لاستئناف حركة المرور، فيما تعمل فرق فنية مختصة على إعادة تأهيل شبكات المياه وخطوط الكهرباء. كان الجيش العربي السوري قد أعلن خروج جميع المسلحين من بلدة دوما وإتمام تطهير الغوطة الشرقية لريف دمشق من الإرهابيين. على الهواء مباشرة نذهب الآن مشاهدينا الكرام لنتابع جانبا من جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن، فإلى نيويورك بالالتقاء بقيادة حركة أنصار الله في صنعاء، وهم أكدوا لي
أن الحركة تريد نهاية لهذه الحرب وستتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى هذه الغاية. هذه الرسالة كررها قادة آخرون من أنصار الله عندما التقيت بهم، وأنا سعدت بهذا الموقف البناء. استمعت إلى مواقف مشابهة من قبل أطراف سياسية يمنية أخرى، وأنا ممتن لها على ذلك. لم أزر حتى الآن جنوب البلاد، ولكنني بدأت بالالتقاء بمجموعات من الجنوب. النزاع كما تعرفون أحدث تغيرات كبرى في الميدان، خاصة في المحافظات الجنوبية، وزاد من شكاوى ومعاناة الجنوبيين ومتطلعاتهم. لن يتحقق السلام في اليمن إذا لم نصغي إلى أصوات اليمنيين في الجنوب لكي نضمن إشراكهم في الترتيبات السياسية التي تسعى لوضع حد لهذه الحرب. سيدي الرئيس، وضع حدا للحرب لا يعني بناء للسلام، وهذه قاعدة تنسحب أيضا على اليمن. علينا أن نركز بالدرجة الأولى على وضع حدا للحرب، والأطراف المسؤولة هي الأطراف التي يمكن أن تتخذ قرارات من شأنها أن تضع حدا لهذه الحرب، وأنا توجهت إليهم بهذه الرسالة بالذات. ركزت على تسوية سياسية على أساس التفاوض من خلال حوار يمني جامع. هذا الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع اليمني والأزمة الإنسانية الجارية بشكل نهائي. ولهذا الغرض على كل الأطراف في النزاع أن يتخلوا عن الشروط المسبقة، وأن يمنحوا مكتبي وصولا من دون عوائق ومن دون شروط إلى كل الأطراف المعنية، وهذا ما أكده المجلس في آخر بيان رئاسي صدر عنه في أذار مارس من هذا العام. أما بناء السلام فهو مهمة طويلة الأمد، مهمة أكبر، مهمة لن تتحقق إلا من خلال مشاركة واسعة. أشير هنا إلى الحوار الوطني بمستوى الشراكة رفيع المستوى وإشراك الأطراف المدنية، والذي سيشكل خطوة حاسمة. ومن المتوقع أن يتطرق جدول الأعمال الانتقالي إلى المصالحة، استعراض الدستور، إعادة الإعمار وإعادة بناء مؤسسات الدولة من أجل تحويل مؤسسات الدولة. ومن أجل نجاح ذلك لابد من إشراك كل أطراف المجتمع المدني لكي لا تقتصر العملية على جوانب السياسية، بل لكي تتطرق إلى كل تطلعات اليمنيين. سيدي الرئيس، أنتقل الآن إلى الأخبار السيئة. يقال أن الظلام غالبا ما يأتي قبل الفجر، وهذا ينسحب على الوضع في اليمن. وكما تعرفون تنامت وتيرة الحرب خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأنا أعبر عن قلقي نتيجة للصواريخ الباليستية التي أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية، والمجلس قد أشار إلى هذا الموضوع سابقا. أشعر بالقلق كذلك نتيجة ازدياد حدة العمليات العسكرية في محافظة صعدة. تواصلت العمليات العسكرية في مناطق أخرى من اليمن، ما في ذلك في صنعاء، تعز، الجوف، المأرب، الحديدة، الحجة البيضاء ولحج. تواصلت الاشتباكات من دون أي تغيير يذكر في خطوط التماس، ولكنها اشتباكات تسببت بإصابات في صفوف المدنيين. نشير هنا إلى ورود معلومات غير مؤكدة على ازدياد حركة القوات في اليمن، مع إمكانية ازدياد وتيرة العمليات العسكرية في الحديدة. نحن نشعر بالقلق من هذه التطورات لأنها تشكل تهديدا خطيرا للسلام، وأنا مقتنع بأن علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الحد من هذه التغيرات للحيلولة دون
تأثيرها على هذا السبيل الذي نسير فيه من أجل تحقيق مصالح كل اليمنيين. الشعب في اليمن يطلب بوادر أمل على إمكانية نهاية هذه الحرب، وإلى جانب الاحتياجات الإنسانية التي سيتحدث عنها مارك خلال دقائق، أشير إلى تدابير أخرى مطلوبة لتعزيز هذا الأمل. على كل الأطراف بداية أن تتعاون من أجل إعادة فتح مطار صنعاء لكي نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية ونسمح لليمنيين بالانتقال والتحرك. نشدد كذلك على ضرورة اتخاذ ترتيبات لإطلاق سراح الأسرى من قبل الطرفين، والأطراف كلها أشارت إلى اهتمامها بهذا الموضوع، وأنا سعيد بذلك، وسنرفع إليكم آخر معلومات فور ورودها. نشعر كذلك بقلق نتيجة حالات الاحتجاز من قبل كل الأطراف، ونحن نعرف من تجربتنا وخبرتنا أن احتجاز التعسفي ووسع نطاق للمدنيين في حالات النزاع المسلح يعد انتهاكا وعائقا أساسيا أمام إقامة مجتمع مستقر وأمام المصالحة الضرورية من أجل إحلال السلام. هذه مسائل مهمة من أجل بناء الثقة. أشير هنا كذلك إلى الجهود الدؤوبة والبطولية التي تبذلها المنظمات الإنسانية في اليمن بقيادة مارك وصديقتي العزيزة وزميلتي ليز جراندي. يدرك أعضاء هذا المجلس أهمية الاستراتيجية للاستقرار في اليمن. هذا الاستقرار الذي يعني الشعب اليمني يعني جيران اليمن والمجتمع الدولي بكامله، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال يمن مستقر بعد القضاء على أنشطة الإرهابيين وضمان أمن الممرات البحرية. ومن أجل تحقيق هذا الغرض لابد من التوفيق بين جهود الوساطة، أي جهودي أنا، والدبلوماسية، وهي جهود تطلعون بها أنتم. فالوساطة من دون دعم الدبلوماسية ستفشل في نهاية المطاف، ونحن سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق تقبل به كل الأطراف اليمنية. ولكن على أعضاء هذا المجلس والدول الأخرى أن تضمن الدعم الدولي لهذه الاتفاقات، ونحن نعول على وحدة صفكم وعلى عزمكم وتصميمكم. شكرا. أشكر السيد جريفيث على إحاطته الشاملة، وأعطي الكلمة الآن إلى السيد مارك لوكوك. شكرا سيد الرئيس. لا يزال يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 3/4 الناس، ما يزيد عن 22 مليون شخص، بحاجة ماسة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ما في ذلك 8.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هذه الأزمة أزمة حادة تؤثر على العائلات والمؤسسات وعلى كل قطاع وجانب من حياة اليمنيين. يمكن أن تتحسن ظروف الشعب اليمني إذا ما اتخذنا إجراءات عاجلة وفورية، وهي إجراءات تشمل أيضا الإجراءات السياسية، وقد تحدث عنها المبعوث الخاص للتو. سيد الرئيس، عززت الوكالات الإنسانية من مساعدتها ومن جهودها في اليمن، وتعد عملية الإغاثة في اليمن من أكثر العمليات تعقيدا. 190 شريكا معظمهم من اليمنيين يقدمون المساعدة لملايين الناس في آلاف المواقع كل شهر. العام الماضي نعود مشاهدينا الكرام من نيويورك، حيث يعقد الآن في هذه اللحظات مجلس الأمن هذه الجلسة التي تابعنا جانبا منها حول اليمن. من نيويورك إلى الرياض لمتابعة المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودية عادل جبير والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. 22-54 كما بحثنا الأوضاع في اليمن وبحثنا الأوضاع في ليبيا وبحثنا تدخلات إيران السلبية في شؤون دول المنطقة، بحثنا موضوع الروهينجا وكيف نستطيع نقدم الدعم اللازم لهم، وأيضا بحثنا بشكل عام علاقة المملكة مع الأمم المتحدة وكيف نستطيع أن نعززها في مجالات كبيرة. بحثنا موضوع الأنروا
ودعم اللي قدمته المملكة مؤخرا اللي أعلن عن سيدي خادم الحرمين الشريفين خلال القمة العربية، تبرع إضافي ب$50 مليون لهذه المنظمة التي تهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين وبالذات الطلبة. وبشكل عام كان في تطابق في الرؤى، كان فيها ود، كانت إيجابية الأمور جدا. نحن نحترم الأمم المتحدة، نولي اهتمام كبير لعلاقاتنا مع الأمم المتحدة، تاريخنا وتعاوننا مع الأمم المتحدة وتعاون الأمم المتحدة معنا في المملكة كان ساهمت في تعزيز التنمية في بلادنا، وساهمت في تحسين التعليم والطب وغيره من المواضيع في المملكة العربية السعودية. فمرة أخرى معالي الأمين العام أشكركم على هذه الزيارة وعلى هذا الاجتماع البناء، وأرحب بكم في المملكة العربية السعودية. Ladies and gentlemen from the press, thank you very much for your presence. الصحافة، مرحبا بكم وأشكركم جزيلا على حضوركم. هذه الزيارة كانت بوضوح تتمحور كما قال معالي وزير الخارجية في افتتاحته، أيضا افتتحت في بداية مكتب مركز مكافحة الإرهاب. ومن المهم أن نقول أن مركز مكافحة الإرهاب لن يكون فاعلا بدون ولن يكون على الحال الذي هو عليه بدون الدعم الكريم من المملكة العربية السعودية، وهو ما سمح للمركز أن يكون مؤسسة ذات قيمة كبيرة عالميا. وهذا يبرر أن هنالك ممثلين من دول عديدة من العالم، وبالأخص من الخمس دول الأعضاء من مجلس الأمن. وجودهم اليوم هنا في الرياض هو عنوان لنجاح هذا المركز. إن هذا المركز هدفه هو دعم الدول الأعضاء في تطوير كفاءاتهم وقدراتهم على مكافحة الإرهاب وعلى مواجهة البروباغندا الخاصة بالإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف. والمركز لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه من الوصول العالمي بدون الدعم والمساهمة الكريمة للغاية من جانب السعودي، من جانب المملكة العربية السعودية، والتي قدمت الركن الأساسي من أعمال المركز. ونحن ممتنون جدا لذلك. أنا والأمم المتحدة ممتنون للغاية للنوعين من الإسهامين قدمتهما المملكة العربية السعودية في الماضي القريب. أولا، كانت هنالك إسهامات بنصف مليار دولار لخطط المساعدات الإنسانية في اليمن، وأيضا ليقابلها قدر معادل من الإمارات العربية المتحدة وكذلك من الكويت. ويسمح ذلك لنا بلعب أو بامتلاك قدرات فاعلة أكثر لمواجهة وتلبية احتياجات الشعب اليمني في الظروف الصعبة التي يمرون بها وتعرفونها. والإسهام الثاني هو $50 مليون أعلن عنها، $150 مليون التي أعلن عنها للأونروا. وأنتم كما تعرفون أن الأونروا عانت من تخفيض في الإسهامات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وواجهت عجزا كبيرا في التمويل، لم يسمح لها بتلبية الاحتياجات الأساسية الكبيرة للاجئين الفلسطينيين، والمدارس لكي تبقى أبوابها مفتوحة، والمستشفيات لتبقى عاملة، ولدعم الأسر التي تعاني من الأزمات والاستجابة لطوارئ الشعب الفلسطيني، ولدول أخرى مثل سوريا وغزة وقد تأثرت كثيرا. وبفضل هذه التبرعات الكريمة يمكننا الآن أن ننظر بتفاؤل أكبر إلى إمكانيات سد الفجوات الخاصة بالتمويل للأونروا، وآمل أن تساهم دول أخرى من المجتمع الدولي أن تقوم بما قامت به المملكة العربية السعودية لنضمن أن تمتلك الأونروا التمويل اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين. وفي ذات الوقت يقدم ذلك إسهاما كبيرا لاستقرار وأمن
في المنطقة. دعونا ألا ننسى أن اللاجئين الفلسطينيين أعدادهم كبيرة، ليس فقط في الضفة الغربية وغزة، ولكن في لبنان والأردن وسوريا حتى. ولذلك فإن العمل الذي تقوم به الأونروا هو حيوي جدا لسلامتهم ورفاههم وأيضا لاستقرار المنطقة. كما أنني أود أن أعبر عن امتناني للنقاشات المتميزة التي حظيت بها فيما يتعلق بالحلول السياسية. نرى الكثير من الصراعات ونرى الكثير من الأمور المتأزمة ونحتاج إلى حل سياسي. لا يوجد أبدا حل عسكري نهائي لهذه الأمور. نحتاج إلى حل سياسي، وجرينا نقاشات جيدة جدا فيما يتعلق بالحلول السياسية لتمكين الحلول السياسية في اليمن وفي سوريا، حيث من الحيوية بعد كل ما حدث مؤخرا أن نقوم بإعادة إحياء نقاشات جنيفا والمفاوضات، وأن نربط ذلك بقرار مجلس الأمن 2254 والذي يقدم مستقبلا للسوريين يمكنهم فيه أن يحددوا مستقبلهم الخاص. وفي ذات الوقت هنالك جوانب أخرى تعاوننا عن كثب فيها لإنهاء الصراع في مناطق مختلفة. وأحد الأولويات مثلا ليبيا، حيث نعمل بنشاط كبير لنرى إذا ما كان بإمكاننا الوصول إلى تسوية تسمح للليبيين بإيجاد طريق للمستقبل كذلك. كما أننا ناقشنا كل المشكلات الأخرى في المنطقة، وكان هنالك التزام قوي جدا لتلبية لإيجاد حل للدولتين، ولا يوجد خطة باء بديلة لها. نحتاج حلا هو حل الدولتين للأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، ونحتاج إلى أن نتأكد أن الظروف يتم إيجادها ليحظى الفلسطينيون بحقهم في الدولة التي نعترف بها، كما أننا نعترف بحق الإسرائيليين بوجود دولة لهم في المنطقة، ليتعايش الشعبان معا في أمن و سلام باعتراف متبادل. أنا ممتن جدا للنقاشات المتميزة التي أتيحت لي، وأود أن أقول أن التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في العديد من المشكلات الإقليمية وفي العديد من المسائل العالمية التي نواجهها معا، هذا التعاون يعتبر اليوم مبدأ أساسيا وركن أساسيا من عملنا. وهذه الزيارة كانت مفيدة للغاية لتطوير أعمالنا معا. أي أسئلة؟ Margarita? Hi, I'm Margarita from the Wall Street Journal. This is a question for Mr. Joubert. We reported today that the U.S. is seeking to assemble a force of Arab troops to replace some of the U.S. military presence in Syria to stabilize the country. They're also asking for financial contributions from Gulf states, including Saudi Arabia. What is Saudi Arabia's view on the military assistance that you would consider or the military assistance that you would consider? نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة، وفيما يتعلق بأزمة إرسال القوات إلى سوريا، وقدمنا مقترحا إلى إدارة أوباما أنه إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات فإن السعودية ستفكر كذلك مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف. ولذلك فالفكرة ليست فكرة جديدة لدينا كذلك، فقط قدمنا كذلك مقترحات لبعض أعضاء من دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في السنة الماضية تحت إدارة أوباما، وأجرينا كذلك نقاشات مع الولايات المتحدة حول ذلك. لكن إدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراء بخصوص هذا المقترح. إذن هذه الأفكار ليست أول مقترحات، ليست جديدة. فيما يتعلق بالمساهمات المالية، فإن السعودية كانت دائما محافظة على حصة من المسؤولية والعبء. وعندما نعود إلى التسعينات فإن المملكة العربية السعودية كانت شريكا كاملا مع الولايات المتحدة في حرب تحرير الكويت، والمملكة العربية السعودية كذلك لعبت دورا مهما في غيرها من المهام الأخرى مثل حظر الطيران في بعض المناطق في العراق. وسوف نواصل تحمل الاطلاع بمهامنا. وفيما يتعلق بما يجري الآن فهنالك نقاشات فيما يتعلق بنوعية
القوات التي يجب أن تتواجد في شرق سوريا، وهذه ومن أين ستأتي هذه القوة، وهذه النقاشات هي قيد النقاش الآن وما زلنا نناقشها. أحمد العمران، Financial Times. My question to the Secretary General: the relationship between Saudi Arabia and the UN has seen quite a bit of tension. العربية السعودية والولايات والأمم المتحدة والولايات المتحدة ربما تعلقنا هناك بعض التوترات في الأوقات الأخيرة، وكما قلت وقد مدحت التعاون بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية الآن. كيف تصف العلاقة بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة الآن، وكيف تعمل معا عن كثب لتقديم المساعدات في اليمن؟ في الحقيقة أنا لم ألاحظ أي توتر في العلاقات بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية، كان حوارنا دائما بناء ومنفتحا. فيما يتعلق بالموقف بخصوص المساعدات في اليمن، هنالك تحسن كبير بهذا الصدد مع خطة عمل شاملة للمساعدات الإنسانية وضعت تضمن نجاح إمكانية الوصول إلى اليمن. ما زال أمامنا رحلة طويلة لنخوضها فيما يتعلق بتقديم المزيد من المساعدات اليمن، لكن كان هنالك تعاون إيجابي جدا في تأسيس خطة العمل هذه، والآن هنالك إسهامات كبيرة لخطة الاستجابة الإنسانية، وأعتقد أننا نسجل تحسنا هاما. وفيما يتعلق بال تبعات الحروب دائما تكون فظيعة، لذلك الحلول لا تكون سياسية فقط إنسانية فقط، ولكن الحلول تكون سياسية، ولذلك المملكة العربية السعودية ندعوها لاستكشاف كل هذه الخيارات لوضع حل لهذه الأزمة. معالي الوزير الجبير، هل هناك Minister الجبير is there any political or military solution for Yemen in the near future؟ مع الأمين العام للأمم المتحدة. شكرا. الحل السياسي في اليمن يعود للطرف الآخر، يعود للحوثي الإنقلابيين الذي استولوا على السلطة بشكل غير شرعي وغير نظامي، وحاولوا يحولوا اليمن إلى قاعدة للإيرانيين، وحاولوا أنهم يخلقوا وضع يسكر خطر على أمن المملكة. والمملكة استجابت مع دول التحالف لطلب الحكومة الشرعية بالدعم، وهذا اللي ما جعل الحرب تبدأ في اليمن. هذه ما كانت حرب كانت المملكة تريدها، هذه حرب كانت مفروضة على المملكة. المملكة ساهمت في خلق مرحلة انتقالية من الرئيس الأسبق عبد الله صالح إلى حكومة جديدة، كان الرئيس عبد الله منصور هادي يقود هذه المرحلة الانتقالية. اليمنيين أنشأوا الحوار الوطني اليمني كان يشمل شخصيات من جميع الفئات والمناطق اليمنية، بحثوا مستقبل اليمن، اتفقوا على رؤية موحدة تجاه اليمن. وعندما بدأوا يكتبوا الدستور تحرك الحوثيين من صعدة، احتلوا عمران، احتلوا صنعاء، سووا انقلاب على الحكومة. الآن صارت ميليشيا إرهابية تابعة لإيران وحزب الله استولت على بلد، واستولت على طيران حربي، واستولت على صواريخ باليستية، وهذا وضع غير مقبول. ثم استمروا وطاردوا الرئيس هادي إلى تعز وإلى عدن، وأحاطوا بالقصر الرئاسي في عدن، وطلب الدعم، وتقدمت المملكة ودول التحالف في هذا الدعم. وكنا دائما نقول أن الحل في اليمن حل سياسي، وأن الحل في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216. صار في مفاوضات بين الأطراف اليمنية في الكويت استغرقت أكثر من 100 يوم، وصلوا إلى اتفاق لكن الحوثيين لم يطبقوا هذا الاتفاق. صار في مباحثات وصار في بعض التعديلات لهذه الاتفاقية، وافقوا الحوثيين ولكن لم يطبقوا الحوثيين. اللجنة الرباعية طلعت بمقترحات في ديسمبر 2016 وافقوا عليها، وعلى أساس أنه كل الطرفين الحكومة والإنقلابيين يرسلون مجموعات إلى الأردن من أجل التدريب في مكتب الأمم المتحدة هناك، ثم يعودوا إلى مركز في مدينة ظهران الجنوب. ما أرسلوا أحد للأردن، وأطلقوا صاروخ على المركز اللي في ظهران الجنوب. فالحل
يعني سبب عدم الوصول لحل هو تعند وتصلب الموقف الحوثي بسبب نعتقد دعم من إيران. الآن الوضع الأمني الوضع العسكري أفضل بالنسبة للحكومة الشرعية، الآن الوضع السياسي بالنسبة للحوثي هم معزولين بالذات بعد ما قتلوا الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح الذي كان حليف لهم، هذا جعل الرأي العام في اليمن ينقلب عليهم. الأحزاب السياسية الآن بدأت تتخلى عنهم فيواجهون ضغوط كثيرة، وأنا نأمل أنهم يستجيبوا لطلبات المجتمع الدولي وأن يطبقوا ما تم الاتفاق عليه. الحوثيين يطلقوا صواريخ باليستية على المملكة، 119 صاروخ إيرانية الصنع وإيرانية المنشأ. الحوثيين يستخدموا الأطفال 9 سنين و10 سنين و11 سنة كجنود بانتهاك صارخ للقوانين الدولية. الحوثيين يزرعون ألغام في مناطق مدنية مما يؤدي إلى قتل وجرح الأبرياء. الحوثيين يحاصرون مدن وقرى ويمنعون المساعدات الإنسانية من أن تدخل هذه المدن والقرى مما يؤدي إلى المجاعة، هم مسؤولين عنها. الحوثيين يهبون المساعدات الإنسانية ويبيعوها أساس يمولون آلة الحرب الذي لديهم. والحوثيين يستخدمون زوارق انتحارية أساس يشكلون خطر على الملاحة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وهذا أيضا مخالف للقوانين الدولية. فكل الأشياء اللي الأعمال اللي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن تعتبر إرهاب وتعتبر مخالف للقوانين الدولية، لكن الحكومة الشرعية موقفها أنه حل على أساس المبادرة الخليجية مخرجات الحوار الوطني اليمن وقرار مجلس الأمن 2216، وهذا ما بلغ به المبعوث الأممي الأسبق والمبعوث الأممي الحالي، وهذا هو موقف دول التحالف أيضا. فالسؤال هو لماذا تصلب الحوثيين في موقفهم وتعندهم في موقفهم، والسؤال أنه إذا كانت مصلحة اليمن ما يريدونها فعليهم أن يستجيبوا لإرادة الشعب اليمني الذي يرفض الانقلاب والذي يرفض أن يكون أداة في يد إيران والذي يرفض أن يكون محتل من ميليشيا تابعة لإيران. We'll take one more question. سؤال واحد آخر. تفضل. سؤالي لسعادة العميد. سعادة العميد، كيف ستستفيد الأمم المتحدة من تجربة المملكة في احتواء الأطفال المجندين من قبل ميليشيات الحوثية؟ used by the militias of al-Houthi in wars. بالأمس أتيحت لي الفرصة لنعرف في المركز أنه تم إنشاء مركز وهدفه هو إعادة تعليم وتثقيف الأطفال الذين استخدمتهم وجندتهم الميليشيات كجنود في الصراعات، وهو بالطبع خرق للقوانين الدولية بشكل واضح، وإتاحة الفرص أمامهم ليحصلوا على تعليم جيد ومهارات جيدة وليندمجوا بشكل جيد في المجتمع. وأعتقد أن هذه تجربة هامة جدا وتتماشى بوضوح مع ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بجهودنا لمواجهة التطرف، ونريد أن نوفر بيئة وظروفا للشباب ليروا المشكلات وهي تحل، وليروا أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية يتم حلها. ولهؤلاء الذين تعرضوا لهذا النوع من العنف وأجبروا على أن يحولوا أبنائهم إلى أو أطفالهم إلى جنود أن يتم إعادة دمجهم في المجتمع وإعادة تأهيلهم. هذه التجربة ملهمة جدا وآمل أن يتم تكرارها في سيناريوهات وظروف مختلفة حول العالم، وبنفس المبدأ أننا نريد الأطفال أن يعيشوا كأطفال وليسوا كجنود. نور.
مرحبا، اسمي نور نغانم من عرب نيوز. سؤالي لمعالي الأمين العام، في ضوء نقاشاتكم المتميزة التي أجريتها في السعودية، الحل الأساسي الذي حاولتم إيجاده في المنطقة، سؤالي هو ما الذي سيحدث الآن في سوريا وما الذي سيحدث مع الأسد في غضم ما يقوم به مع شعبه؟ هل تحدثتم إلى المعارضة السورية هنا وما هي النقاشات التي أجريتها بهذا الصدد؟ لم نجري لقاءات مع المعارضة السورية، لكن ما أعتقده هو أنه من الضروري جدا إعادة بدء مفاوضات جنيفا وأن يكون هنالك مفاوضات بينية سورية بين ممثل الحكومة وممثل المعارضة. تلعب السعودية دورا كبيرا للجمع بين المعارضة السورية قبل النقاشات والمفاوضات في جنيفا، ونحن نوصي السعودية بالمضي قدما في هذا الصدد، فمن الضروري استعادة هذا الحوار. وكما قلت سابقا، لا يوجد حل عسكري في سوريا، الحل سياسي ويجب أن يتم الحل على يد السوريين، ويحتاج ذلك إلى جميع السوريين ليجدوا حلا لمستقبلهم بدون تدخل وسيطرة أجنبية. يكون السوريون قادرون بأنفسهم على اختيار قادتهم ومستقبلهم. هذا السؤال لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة. أنا آية البتراوي من أسوشيتد بريس. أردت أن أسألك عن الخبير، الخبراء الذين ذهبوا إلى دوما اليوم، هل هؤلاء الخبراء هم أو المحققون، هل تتوقع منهم أن يجدوا أي أدلة لاستخدام أو لهجوم بأسلحة كيماوية أطلق منذ بعد مرور 10 أيام من الهجوم؟ لقد قمنا بكل ما في وسعنا لنتأكد أن خبراء منظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية يذهبون إلى دوما في أقرب وقت ممكن، ويمكنكم أن تروا أن ما حدث يتبعه تحقيق مستقل، ونأمل أنهم سيكونون في وضع يسمح لهذه التحقيقات أن تكون فاعلة ومؤثرة. وأنا لست خبيرا في هذه الجوانب، لكننا نعتقد أن عمل خبراء المنظمة، منظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية، عمل مهم، وأنه لزام على الحكومة السورية أن توفر لهم كل الظروف التي تتيح لهم العمل بدون قيود من أي نوع. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كان هذا المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية السعودي عادل الإجبير والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقد كان في العاصمة السعودية الرياض. نعود إلى سياق النشرة مرة أخرى مشاهدينا الكرام. كلمة وزيرة الخارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أمام البرلمان الأوروبي، أيضا هي على الهواء الآن. إلى هناك إن خطورة تقسيم هذه الدولة تتزايد يوما بعد يوم، ومحادثات جنيف تمثل الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الحل السلمي وإيجاد سوريا ديمقراطية وموحدة. في خلال المؤتمر سيكون حوالي 13 مندوبا حول طاولة المفاوضات، ولا بد أن نعمل معا بشكل مستمر وبالتزام كبير لإيقاف العنف والالتزام بعملية جنيف، وأن كل العناصر التي يمكنها أداء دور ما ليس فقط على الجانب السوري، ولكن علينا نحن أيضا أن يكون لنا دور في الاتحاد الأوروبي أن نعمل معهم يوما بعد يوم. وأيضا هؤلاء الذين لديهم دور في النظام السوري لابد أن يكونوا ملتزمين بمحادثات جنيف، وأن يدخلوا مع تلك الآليات والمناقشات في هذه الجلسات
كل من لهم دور هام ولديهم دور لابد أن يعملوا معا. وهنا أؤكد على شيء واحد، وأنا أفهم أن هذا البرلمان سيفهم هذا، أننا سوف نستضيف مئات من المجتمع المدني السوري، مئات منهم في اجتماعات أخرى هنا في البرلمان. قد يرى البعض أن هذا شيء لطيف أن يحدث وشيء جيد أن يحدث ونوع من التشويش، ولكن واقع الأمر هم الناس الذين هم معنيون بأمر الحرب والمضرون من الحرب، وأقولهم وأطلق عليهم أنهم الأبطال اليوميين، إنهم هم مستقبل هذه البلد، لأنهم إذا تم اجتزائهم من الصراع، ولكن بالفعل هم بناة الدولة في المستقبل. إن السوريين هم الذين هؤلاء هم السوريين الذين يريدون بناء سوريا موحدة وديمقراطية. إن هذا هو أحد الموضوعات الفرعية، ويجب على السوريين ويجب أن يكون كل شيء بيد السوريين وليس أحد آخر، لأنها بلد وأنهم مواطنون وشعب وبشر. إن الأفكار وتطلعات الشعب السوري هي الأساس في أي عملية ديمقراطية. نحن نؤمن أنه يجب على أن يكون الموضوع كله بيد الشعب السوري، وأن هم الذين يبنون المؤسسات الديمقراطية المختلفة في سوريا. وبنهاية اليوم يجب أن نكون متأكدين من أن كل طفل ورجل وامرأة سورية، بعيدا عن العرقيات والتوجهات السياسية أو الاجتماعية، الكل يجب أن يكون لديه الحق في أن يشعر بأنه مؤمن ومحمي وآمن في بلده وفي وطنه في المستقبل. العديد يسألون عن شروط مستقبلية أو سابقة. الواقع الحقيقي والإجابة الحقيقية العملية هي من جانبنا، هي أننا نريد عملية سياسية التي تضمن أن كل مواطن سوري داخل الدولة أو هؤلاء الذين موجودون حاليا خارج الوطن يشعرون أنهم يعيشون في وطنهم في سوريا المستقبل. وهذا هو الإجراءات محادثات جنيف يجب أن تركزوا عليه. ونحن كمجتمع مدني لابد أن نستثمر في مصادرنا وأن ننهي هذا التصاعد المتزايد الذي يعيد نفسه مرة بعد أخرى، وأن تكون هناك مفاوضات مستمرة. إن هذا شيء ليس بالسهل، وإلا كان النجاح حليفنا منذ وقت طويل. لابد أن نعمل دائما على تجديد تعهداتنا الإنسانية، وهذا شيء أساسي، وأن نلتزم بأن يكون حكم سوريا بيد السوريين، وأيضا أن يكون عملنا الإنساني مستدام وطبقا لمحادثات جنيف. وهذا ما نعمل عليه كل يوم مع الأمم المتحدة، وهذا سوف ما سنقوم به في بروكسل الأسبوع المقبل. شكرا. Thank you. We'll now go on with our speakers representing political groups. From the PP, I give the floor for a minute and a half to Mr. Salafranca. Gracias, señor presidente, señora alta representante, Madam High Representative, ladies and gentlemen. إذن هذه اجتماعات البرلمان الأوروبي مشاهدينا الكرام في مدينة ستراسبورغ، وكانت منذ قليل تتحدث الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، وتستمر هذه الاجتماعات في موضوعات مختلفة تخص البرلمان الأوروبي. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت هذه النشرة، ودائما بإمكانكم متابعة المزيد عبر حساباتنا الرسمية على فيسبوك، تويتر، ويوتيوب. ولقاء إخباري تالي على رأس الساعة. في أمان الله.